كريم احمد يؤكد او ينفي او يشوف هيقول لنا ايه في هذا الموضوع. كريم، كابتن اسلام بجد التحيه ليك، برحب بيك وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. انا باكد لك كابتن اسلام طبقا للطقس والمناخ المتواجد في هذه اللحظه واكثر كمان. حبيبي يا كابتن اسلام، لا الجو برد، يمكن الجو برد جدا وفي هواء بشكل كبير جدا هنا، لكن باكد لك كابتن اسلام الجو يمكن من ساعه ونص او من ساعتين مفيش امطار، الامور يمكن حتى هذه اللحظه مفيش امطار، وده اللي بناكد عليه. الحاج عامر حسين كمان يمكن بصرح بتصريحات عديده جدا من صباح اليوم، ممكن يبقى في امطار في تمام الساعه 5 او الساعه 4، الامر هيبقى في مشاكل، ممكن تبقى في نيه لالغاء المباراه. لكن انا باكد لك كابتن اسلام باللي احنا شايفينه بين وجود الحاج عامر في ملعب المباراه وايضا كمان المعاينه للملعب، في شغل كبير بوزل في استاد برج العرب من الناس المسؤوله طبعا في الاستاد على تجهيز الملعب، في شفط تم بشكل كبير، كان في تكتلات طبعا للمياه، لكن باكد على كلامك ان في اصرار كبير من اتحاد الكوره لاقامه هذه المباراه لان ما فيهاش نقل، الوقت ضيق جدا، ظروف الجدول انت عارف يا كابتن اسلام صعب بشكل كبير، لكن الطقس حتى هذه اللحظه الطقس متميز جدا ومميز جدا لاقامه المباراه، بنعمل ما يبقاش فيها تاجيل لان انت عارف الشهر ده النادي الاهلي، وقلنا يمكن كمان في مداخلتي معاك امس يا كابتن اسلام النادي الاهلي عنده اتحاد السكندري هنا في الاسكندريه، ومن الوارد ان يكون في امطار ايضا كمان في خلال غدا او بعد غد، لكن ان شاء الله باذن الله الجو والطقس والمناخ والاجواء كلها المحيطه بفريق النادي الاهلي تكون مهيئه لي لاقامه هذه المباراه، ومنها ان شاء الله النادي الاهلي يؤدي اداء رائع يسعد جمهور النادي الاهلي ويحصل ان شاء الله على الثلاث نقاط اللي منتظرينهم وكل جمهور النادي الاهلي منتظرهم بشكل كبير. عايز كمان اكلمك يا كابتن اسلام على الاجواء الخاصه وايضا كمان الترتيبات الاخيره، المحاضره الفنيه، التحرك اللاعبين، كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، اجواء تركيز على اعلى مستوى هنا في فندق الاقامه، بننقل طبعا لحظه بلحظه معاك يا كابتن. تمام يا كابتن اسلام، اليوم النهارده طبعا من البدايه صباحا كان الفطار الصباحي كالعاده لفريق النادي الاهلي، الغداء كان في تمام الساعه 2 ظهرا، المحاضره الفنيه كانت سريعه لمستر مارتي لاسارتي واجتماعه مع الجهاز المعاون اللي بشكل مستمر قبل كل مباراه وليله المباراه ويوم المباراه كمان بلحظات بسيطه او بساعات بسيطه بيكون في اجتماع فني للجهاز الفني قبل المحاضره الفنيه الاخيره اللي بتكون في فندق الاقامه. بعدها مباشره يعني ما نقدرش نقول ان في اي حد من لعيبه النادي الاهلي كان متواجد في اللوبي المحيط بفندق الاقامه، مجرد ان الغداء او الفطار يكون انتهى مع اللاعبين الكل بيتوجه مباشره الى الغرف، ده اللي احنا بناكد عليه وده اللي محسسنا كمان يا كابتن اسلام ان التركيز هي سمه اللاعبين وسمه معسكر فريق النادي الاهلي. محاضره فنيه هتكون بعد يمكن اكثر اقل من 10 دقائق يعني 4:30 او 5 الا ربع بالكثير قوي هتكون المحاضره الفنيه لفريق لمستر مارتي لاسارتي المدير الفني مع لاعبي النادي الاهلي على ان يتوجه مباشره مع التامين الخاص هنا بالنادي الاهلي 5:15 تتوجه حافله النادي الاهلي الى استاد برج العرب. رغم عدم حضور جماهير كتير يا كابتن اسلام زي ما احنا عارفين والارقام المعلنه، لكن في تشديدات امنيه كبيره جدا وفي تامين على اعلى مستوى زي ما اكدنا قائد المنطقه الشماليه وايضا كمان قيادات وزاره الداخليه والمسؤولين من مديريه امن الاسكندريه، في ترتيبات على اعلى مستوى بشكل كبير جدا لهذه المباراه. نقطه كمان مهمه حابب اتكلم معاك فيها وهي وصول نائب رئيس النادي الاهلي معالي الوزير عمرو فاروق لمؤازره الفريق مع الكابتن بيبو اللي يمكن اكدنا وقلنا ان هو كان متواجد، مجرد وصول لاعبي النادي الاهلي ومجرد وصوله كان متواجد مع اللاعبين في التدريب الاخير على استاد برج العرب. المؤازره والرساله واضحه جدا للاعبين من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الكل يمكن مركز يا كابتن اسلام في هذه المباراه، ينقصنا التوفيق والظروف الخاصه بالمباراه، ان شاء الله باذن الله المباراه تخرج بشكل يليق باسم النادي الاهلي وايضا كمان نادي الزمالك، كمان احنا بنحاول ان احنا نكون متواجدين معاك وبنعمل لقاءات كمان مع الجمهور اللي متواجد، بنشوف التوقعات، الاراء، الناس شايفه المباراه ازاي في الطقس الصعب جدا هنا في الاسكندريه، لكن عايز ااكد على موضوع الطقس ان مفيش امطار، الامطار يمكن سبتت بشكل كبير وده اللي احنا ان شاء الله بنأمله على ميعاد المباراه يكون ارضيه الملعب ما يبقاش فيها اي تكتلات، لكن من الواضح ان يبقى فيه طينه كتير يا كابتن اسلام بلغه الكوره لان انت عارف برج العرب يعني مستهلك بشكل كبير جدا خلال المرحله الماضيه في نجيله وفي شغل بيبذل، لكن ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون معانا باذن الله وان شاء الله كابتن اسلام يكون لنا فرحه كبيره مع اللاعبين والجهاز الفني. انا معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار. اخبار عن التشكيل؟ هل في اي اخبار عن من سيكون في وسط الملعب ولا لسه الكلام ده لم ينتهي حتى الان؟ والله يا كابتن اسلام انت عارف طبعا يمكن الكل متكتم على هذا الامر، لكن لو اقدر اتكلم معاك ونقدر نقول قبل انطلاق المباراه الاقرب واللي نقدر نقول اللي جاهز بدنيا واللي بيشتغل عليه مستر مارتن رغم غلق التدريبات خلال الايام الماضيه، اقدر اقول لك الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول في المنتصف، عمرو السوليه وحسام عاشور، ونحط تحت حسام عاشور خطينا يا كابتن اسلام رمضان صبحي، اجاييه، ناصر ماهر ومروان محسن، ده الاقرب وده اللي احنا بنحاول ان احنا نكتب
نجتهد فيه ان احنا يكون معانا هذا التشكيل ان لم يجد جديد. مجرد وصلنا الملعب الامر ممكن يكون مختلف، ممكن تبقى فيه رؤيه ليه مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني بيضافه لاعب بيبقى فيه اراحه لاعب، لكن الاقرب ان شاء الله الكل جاهز، لكن ده الاقرب. يعني ده مش التشكيل الرسمي، وبالتالي مهم جدا نعرف ان ده وجهه نظر كريم ووجهه نظر هنا ملعب النادي الاهلي لا ده مش الرسمي بالظبط، لا يمكن ده مش التشكيل الرسمي بالظبط يا كابتن اسلام، بس ده اللي انا عايز اكد لك عليه من خلال معلوماتنا ومن خلال اسئلتنا ومن خلال الاجتهاد اللي احنا بنحاول ان احنا نجتهده. التمرين مغلق بشكل كبير وانت عارف، لكن في مفاجات وارد ان هي تكون بشكل كبير، لكن حتى هذه اللحظه لم يعلن التشكيل بشكل رسمي، الكل متكتم بشكل كبير، لكن الاقرب من خلال اللي انا بكلمك عليه يا كابتن اسلام من خلال التدريبات ومن خلال معلوماتنا ان شاء الله باذن الله الكل يكون جاهز. اللي هيكون متواجد ان شاء الله يكون على قدر المسؤوليه، ممكن يبقى في عدد كبير من اللاعبين متغير بشكل كبير لان الاخبار. حكم المباراه قاعد في الفندق ولا في فندق؟ عفوا يا كابتن اسلام، حكم المباراه قاعد في نفس الفندق ولا في فندق تاني؟ لا في فندق اخر يا كابتن اسلام، حكم المباراه لا في فندق اخر، هو لعيبه النادي الاهلي مع النادي الزمالك، الجهاز الفني هنا وهنا، لكن حكم المباراه غير متواجد في فندق الاقامه، متواجد في فندق اخر بيبعد يعني يمكن نقدر نقول 5 دقائق و10 دقائق عن ملعب استاد برج العرب، لكن كل الامور ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام. البلبله اللي بتحصل من الصبح لغايه دلوقتي يا كريم برضو وده مهم جدا ان احنا نتكلم عنه، هل اللعيبه بعيد عن هذا الموضوع؟ يعني طبعا اكيد اللعيبه عندها فيسبوك وسوشيال ميديا يعني، وبالتالي هل هم بعيد عن البلبله اللي بتحصل لان الماتش هيتاجل، الماتش هيتلعب، الماتش مش هيتلعب، اصل المطره، اصل الساعه، اصل كذا؟ هل اللعيبه انت شايف طبعا وانت قاعد مع اللاعبين طول الوقت، هل شايف ان هم بعيد عن الموضوع ده ومركزين فقط في ملعب المباراه وكيف سيفوز النادي الاهلي ان شاء الله؟ دي النقطة المهمة يا كابتن اسلام، ان بالفعل الساعات الماضية مجرد ان هطول الامطار بشكل كبير الكل اجتهد وقال يمكن لعيبة النادي الاهلي ان بتقول ان المباراة او يمكن حطوا لعيبة النادي الاهلي في جمل مفيدة او غير مفيدة، لكن باكد لك اللعيبة فاصلة نفسها بشكل كبير جدا، وده دور كبير بيقوم بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع ايضا كمان مستر مارتن، جاهزية اللاعبين للمباراة تحت اي ظرف، وده اللي احنا لامسينه من اللاعبين، حتى لو في امطار اللعيبة خلاص يمكن الكل جاهز، الكل نفسيا وبدنيا وذهنيا الكل جاهز للمباراه. بالنسبه للعيبه النادي الاهلي مستر مارتن اشتغل بشكل كبير فنيا، لعيبه النادي الاهلي ينقصها النهارده تكون موفقه، ينقصها تكون الجديه والاداء المميز والفدائيه والشجاعه اللي معروفه عن فريق النادي الاهلي وشخصيه البطل ان شاء الله تكون متواجده النهارده في المباراه، فصل تام وفصل كبير، وده اللي معروف يا كابتن اسلام على لعيبه النادي الاهلي، هو الهدف هي المباراه تحت اي ظرف، مهما كانت الغيابات، مهما كانت الظروف، مهما كان الطقس اللي متواجد، ان شاء الله باذن الله كل هذه العوامل تخلق دوافع كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله يفوز النادي الاهلي، يسعد الجمهور، وان شاء الله باذن الله تكون نقاط المباراه من نصيبنا يا كابتن اسلام. قايل لي قبل واحنا بنتكلم قبل الهوا يا كريم ان وده سؤال يا جماعه يعني مهم جدا، لان جزم الكوره هي دي سلاح لعيب الكوره، جزم الكوره اللي بتتلبس في رجليه هي دي سلاح لعيب الكوره. يعني انا كنت طبعا بتكلم مع كريم طول النهار النهارده وقال لي ان معظم اللعيبه حاطه الجزم اللي هي الست ستارز الحديد دي على كتافها كده وهي ماشيه رايحه التمرين وجايه من التمرين تحسبا لسقوط امطار، اعتقد ان ده شيء مهم جدا يا كريم. بالظبط يا كابتن اسلام، لعيبه النادي الاهلي بعقليه المحترفين وجهازهم الفني بعقليه المحترف، كان في طبعا اكيد رؤيه ان بالفعل ممكن يكون في تواجد امطار وهطول امطار، نظرا كمان لعدم جاهزيه استاد برج العرب بالشكل الكبير ان هو ممكن يقدر يستقبل امطار كبير، ما يبقاش في اي يعني تجمعات للمياه، لعيبه النادي الاهلي جاهزه، يعني ستارز بتاع المطر متواجد، ستارز ايضا كمان غير المطر متواجد، الكل جاهز، ينقصنا ان شاء الله زي ما بقول لك كابتن اسلام توفيق مع اللاعبين، حكم المباراه كمان ان شاء الله باذن الله قراراته تكون صائبه، النادي الاهلي ياخد حقه بلغه الكوره، وايضا كمان نادي الزمالك الكل جاهز، وباكد لك كمان على موضوع الحذاء ده لان انتشر بشكل كبير ان لعيبه نادي الزمالك والنادي الاهلي معهمش احذيه المطر، وده كان كمان على السوشيال ميديا بيناقش بشكل كبير جدا، لكن اقدر اقول لك الجاهزيه تامه، كل الادوات الرياضيه اللي بتبع فريق النادي الاهلي مع الجهاز الطبي، لاعبي النادي الاهلي الكل جاهز والجميع جاهز، ان شاء الله باذن الله الجاهزيه دي تنعكس علينا كابتن اسلام في ملعب المباراه. عموما احنا معاك اي وقت هتبقى او يتحرك الاتوبيس لاعبي النادي الاهلي من فندق الاقامه، احنا موجودين معاك على الهواء مباشره. انا بشكرك جدا يا كريم على كل هذا المجهود، الحقيقه بقالك 3 ايام مجهود رائع، نتمنى ان شاء الله ان هو يكلل بالنجاح في نهايه هذا اليوم الرائع، ونتمنى يوم رائع للجميع. شكرا يا كريم، واي حاجه معاك احنا على طول تيجي معانا عشان نتكلم فيما سيحدث خلال الفتره القادمه 3 ساعات او 2 ساعة ونص اللي جايين، ايه اللي هيحصل زي ما قلت